بتتفرج على ايه يا عبد؟ عالدنيا. طب اقول لك ايه؟ ما تيجي نطفي التلفزيون وناخد بعضينا كده ونخرج ونتفرج على الدنيا بره. نخرج نروح فين بس يا خيرات؟ اي حته، اهو نمشي رجلنا شويه يا عبد. حاضر، بس النشره تخلص ونعمل كده حاضر. مش هتخلص، يلا قوم. قوم قدنا عشان تلبس، يلا ونخرج. يلا يا عبد. بتشمم كور بتتشور ببينام تاني زحمين بر دربي شمولي الله حسن. هل تفهم معنى الكلام؟ لا، بس حسيته. أنت عاشق. الأغنية على لسان ست بشتونية بتقول لما حبيبها فارقها: على وجهي تسيل الدموع، ليس بوسعي نسيانك. إذا لم تعرف كيف تحب، لماذا أيقظت قلبي النائم؟ ماذا أيقظت قلبي منهم؟ ليه منحل؟ كمل. حتة فسحة ياه، كان نفسي فيها من زمان. نفتح التلفزيون بقى. اعمل ما بدالك، اللي يريحك اعمله. ايه ده؟ خدني جنبك. مش عارفة برد انا كده ليه؟ ايه مالك؟ مش عارفة، نغزة كده جامدة قوي. خدني في حضنك وانا حبقى كويس. سلامتك يا حبيبتي. الله يخليك، ما تخافش. زحمين بر دربي شمولي. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.